إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل 2 كتاب في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئنا في حلقة اليوم هو عمار بن سالم بن علي الهاشمي، يبلغ من العمر 15 عاما. عمار طالب بمدرسة أبي بلال التميمي بسناو بالمضيبي، يحفظ القرآن الكريم كاملا ويحب القراءة، لسيما كتب النحو والفقه. القارئ الصغير. مرحبا بك عمار، كيف حالك؟ خير الحمد لله. انت ما شاء الله حافظ القرآن الكريم كامل. الحمد لله. الحمد لله. احكي لي كيف قريت القرآن كامل. بداية كان تشجيع من الوالدين، وبعدين درست مع استاذ، ووصلت التعليم في مركز تحفيظ في دبي. يعني أول جزء من القرآن أكيد جزء عامة صح؟ نعم. متى هذا حفظته؟ تقريبا صف الثاني. صف الثاني. وأنت الآن صف 11 أو 10؟ 10. يعني من 8 سنوات تقريبا. تقريبا. كان عمرك كم؟ 8 سنوات. 8 سنوات. لا يمكن 7 سنوات أتصور. وبعدين كيف وصلت بعد جزء عامة؟ وصلت مع الأهل شجعان عشان حفظت جزء تبارك الحمد لله. وبعدين درست مع أستاذ جزء قد سمع جزء من الداريات. من الأستاذ اللي درست معه؟ أستاذ مصري. إيش اسمه؟ عبد المحسن. حفظك جزء تبارك؟ جزء قد سمع. قد سمع. ونصف جزء الداريات. وبعدين الأجزاء المتقدمة كيف حفظتها؟ حفظت مع أستاذ ثاني عماني، أستاذ محمد بن حمد بن ناصر المدهوشي. أستاذ مشهور يعني السلطنة. يعني في الإجازة الصيفية ولا إيش؟ حفظت معه في الإجازة الصيفية والشتاء. الشتاء ندرس بين المغرب والعشاء. والآن أنت تحفظ القرآن الكريم كاملا؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن سمعنا شيء من اللي تحفظه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هذا أي سورة؟ سورة الحشر. سورة الحشر أواخرها. نعم.
ممتاز. طبعا يقع عليك الآن عبء كبير أن تحافظ على هذا الحفظ، صح؟ إن شاء الله. كيف تعمل عشان ما تنسى اللي حفظته من القرآن؟ أقرأ تقريبا يعني أقل قليل 3 أجزاء يوميا. يوميا تقرأ 3 أجزاء؟ لازم. ما شاء الله. وأحاول إن شاء الله ألتزم عليه إن شاء الله. بالنسبة للقراءة، تذكر أول كتاب قرأته؟ متى بدأت القراءة بالضبط؟ بدأت القراءة تقريبا صف رابع كذا، ما أذكر بالضبط. أول كتاب قرأته تتذكر؟ كتاب الرحيق المختوم. الرحيق المختوم لمن هذا؟ صوفي الرحمن المبارك فوري. عن إيش يتكلم؟ تكلم عن سيرة النبي المختار. وبعدين وصلت القراءة؟ الحمد لله. إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟ كتب في النحو وفي التاريخ أكثر، يعني في النحو والتاريخ والفقه. الفقه طبعا مثل ما قلنا في المقدمة. نعم. يعني ممكن تضرب لي أمثلة على هذه الكتب اللي تحب تقرأها؟ مثلا كتاب صنع التاريخ العماني، الرائع في التاريخ العماني. هذا قرأتهم؟ لا يعني أحب أن أقرأ. تتمنى أنك تقرأ. وإيش الكتب اللي قرأتها؟ كتب الذي قرأتهم في الكتاب التحفة السنية، كتاب القواعد فضيل الشيخ مود بن حميد الصوافي، كتاب شرح الأجرومية لابن العثيمين. جميل. أنت اختارت لي للحلقة كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية. نعم. هذا لمن؟ لمحمد محي الدين عبد الحميد. إيش معنى الأجرومية؟ لمكان يدعى أجروم. يعني المقدمة الأجرومية نسبة إلى الأجرومي اللي ألف كتاب، صح؟ نعم. عن إيش هذا اللي ألفه يعني؟ في علم النحو. علم النحو. نعم. والتحفة السنية شرح لهذا الكتاب. نعم. عن إيش يتكلم يعني التحفة السنية بالضبط؟ يشرح هذا اسمه مقدمة ابن أجروم. إنزين يعني. طيب مقدمة ابن أجروم إيش فيها؟ يتكلم عن نحو الكلام واسم أنواع الإعراب، أنواع الإعراب بالحركات وبالحروف والمرفوعات، الفاعل والمبتدأ والخبر، واسم كان وخبر إن، اسم كاد، والمصوبات، المفاعيل، مفعول به، المفعول معه، المفعول لأجله، الظرف، المفعول المطلق. أنا سمعت أنه هذا كتاب التحفة السنية يصلح لتعليم اللغة العربية للمبتدئين، صح؟ نعم. أنت تعلمت منه اللغة العربية؟ الحمد لله. الآن أنت لغتك جيدة؟ إن شاء الله. شاطر في اللغة العربية؟ إن شاء الله. كم تجيب في اللغة العربية؟ 98 يعني. ما شاء الله. من 100؟ نعم. هذا السنة الماضية ولا هذه السنة؟ السنة الماضية. السنة الماضية. 99 تقريبا. 99 زيد درجة بعدك. ممتاز ممتاز. والمواد الأخرى اللي شاطر فيها غير اللغة العربية؟ أكيد طبعا التربية الإسلامية شاطر. التربية الإسلامية. كم تجيب فيها؟ مجموعة 98. ممتاز ممتاز. طيب إيش يعني أيضا طبعا قبل التسجيل خبرني إنك قرأت كتب أخرى مثل إدارة الوقت. نعم. إبراهيم الفقي. نعم. عن إيش تكلم هذا الكتاب؟ تكلم عن كيف تنظم وقتك، كيف تنظم حياتك، تصنع مستقبلك في هذا الوقت. تصبح أنت تدير الوقت، لا الوقت يديرك. زين. طيب كيف أدير الوقت وما أخلي الوقت يديرني يعني؟ ممكن تشرح لي؟ يعني أنت تتصرف الوقت على حسب ما تريد في حياتك. لا تجعل الوقت يتصرف بك حيث شاء. فهمت. كيف ما أخليه يتصرف بك كيف يشاء؟ إيش أعمل بالضبط؟ حدث أعمل جدول يومي. هذه الساعة ماذا أعمل، التي بعدها ماذا أعمل، حتى يعني يكون وقتي منظم في حياتي. نعم. يكون عندك جدول بالساعة. نعم. والدقيقة. دقائق والثانية. إيش تعمل في هذا الوقت؟ نعم. وإيش يكون العمل اللي بعده والعمل. نعم. اللي بعده وهكذا. تتعمل جدول مثل كذا؟ إن شاء الله. ولا يعني تعمل ولا ناوي تعمل؟ أعمل ويجدد العمل. يعني جربت أنك تنظم وقتك بالفعل؟ الحمد لله. ووجدت أن في استفادة فعلا، قادر تلتزم؟ طبعا طبعا. ممتاز. أيضا أريد أن أسألك عن كتاب تذكرة السامع والمتكلم. نعم.
اسمه كذا بالضبط هذا الكتاب؟ تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم. لمن؟ ابن جماعة الكناني الشافعي. الشافعي عن إيش يتكلم؟ تكلم في أدب العالم المتعلم. يعني إيش يقول بالضبط؟ يعني اسم ما الآداب التي يجب على طالب العلم وعلى المعلم الأستاذ التي يجب عليه، والآداب التي يشترك فيها الطالب والأستاذ. وآداب كثيرة ذكر. ممتاز، مثل إيش هذا الآداب؟ أن يحترم الأستاذ الدخول، وأن يحترم آلة العلم الكتاب والطاولة، يحترم الطاولة؟ يوقر، يعني يوقر قصدك. نعم، لا يخرب آلة العلم. لها قدر. فهمت الآن. يحافظ على الطاولة، يحافظ على أدوات العلم أيا كانت بالضبط. طيب، كتاب أيها الولد المحب لأبي حامد الغزالي، قرأته هذا بعد؟ نعم. عن إيش يتكلم؟ يتكلم يوصي الإنسان كيف يزهد في هذه الدنيا ويعمل في الآخر، لأن الدنيا ليس دار القرار، الآخر هي دار القرار. يعني كيف يزهد في الدنيا؟ يعني وصايا يوصي بها الشخص، أن لا يطغى حب الدنيا أو الجانب الدنيوي على الجانب الديني مثلا. نعم. جميل، أنت رائع يا عمار. خليني أسألك الآن عن أمنيتك. قبل أمنيتك، أنت تشارك في نشاطات المدرسة؟ الحمد لله. إيش في النشاطات اللي تشارك فيها؟ مسابقة القرآن في السلطنة. شاركت في مسابقة حفظ القرآن؟ نعم، في التربية، في وزارة التربية والتعليم. نعم. فزت طبعا في المسابقات. الحمد لله. على مستوى السلطنة ولا على مستوى المحافظة ولا؟ على مستوى السلطنة ماشي، مستوى السلطنة ماشي، يعني ما شاركت. مراكز عالية. مركز بشوية أقل، مركز مسابقة الديوان. في مسابقة التربية الحمد لله جبت الثاني والثالث. ما شاء الله، على مستوى المحافظة. على مستوى المحافظة. ممتاز. ومشارك أيضا في مسابقة التنمية المعرفية؟ نعم. هذه ما إيش بالضبط؟ فيها أظن علوم ورياضيات صح؟ نعم. وأنت مشارك في أيهما بالضبط؟ كم زمان شاركت في صف السادس في مادة العلوم. لكن ما توفقنا. ما توفق. سيكون خير. لكن أنت تحب شكلك هذا المواد ما دام تشارك في مسابقاتهم. نعم سيكون. جميل. وإيش تتمنى تصبح لما تكبر؟ مفتي إن شاء الله. إن شاء الله. مفتي. تتمنى إيش؟ مفتي. مفتي ها؟ ما شاء الله عليك، لأنك عاد يعني حافظ القرآن كاملا. نعم. تتمنى أنك تصبح في المفتي في المستقبل إن شاء الله. وتعرف إيش يعني، إيش شروط المفتي غير حافظ القرآن؟ أن يتعلم العلوم الشرعية، مثل أن يضبط اللغة، النحو، صرف وبلاغة، جميع يعني علوم اللغة. نتعلم علوم القرآن والحديث، علوم الشرعية مثل الفقه، يتبع حرفي. وإيش بعد؟ وأن يكون بصير في زمانه، ماذا يحدث في هذا الزمان، ما الذي يناسب من الفتوى. نعم. وأن يصبح عالما في كل شيء. نعم، يكون زاهدا ورعا تقيا إن شاء الله. نتمنى إذن أنا أتمنى لك أن تصبح عالما كبيرا إن شاء الله. وليس مهما أن تصبح مفتيا أو غيرا، أهمهم أن تصبح عالما صح؟ إن شاء الله. أنت تكون إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب، الحكمة إيش بتسمعني من الحكم اللي مرت عليك وعجبتك؟ القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى. كنز لا يفنى. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ممتاز، وهذه تتناسب مع حديثك عن إدارة الوقت. نعم. إذن الطالب الرائع عمار بن سالم بن علي الهاشمي البالغ من العمر 15 عاما، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن القراءة وعن حفظك للقرآن كاملا، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. أحسن. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.